Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa tanilu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa tanilu biha Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa tanilu biha sub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub wa man ilayhi mansub Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa tanilu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa tanilu biha وَمَنْ إِذَا
إِلَيْهِ مَنْسُوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين ومن إليه منسوب ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب ومن إليه منسوب ومن إليه